يعني. نتمنى أن تنجح يعني بالزيارة فيه. ذلك يعني إن شاء الله. أيضا من الأخبار، الحكومة السودانية ويونامين تشرعان رسميا في ترتيبات الخروج. بدأت يوم أمس الاثنين بمقر البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يوناميد بمدينة الفاشر، بدأت ترتيبات خروج البعثة من إقليم دارفور بعقد ورشة مشتركة بين الشركاء المحليين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة. وقال ممثل حكومة ولاية شمال دارفور محمد إبراهيم عبد الكريم في الورشة الافتتاحية إنه من المهم معالجة الغدايا العالقة والخروج بتوصيات وتشكيل آلية لتنفيذ مخرجاتها. من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لخروج البعثة السفير محمد سعيد حسن، أوضح أن الغرض من الورشة إحكام التنسيق بين الحكومة والبعثة بشأن الانتقال من مساعدة المجتمعات إلى مرحلة التعافي والسلام المستدام. وكانت بعثة يوناميد أكدت في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أنها سلمت أصول ومقار بقيمة 99 مليون دولار للحكومة السودانية بعد أن انسحبت من العديد من المواقع بولاية دارفور منذ عامين، واضطر مجلس الأمن إلى الموافقة على التمديد الفني لولاية يوناميد لمدة 4 أشهر في يونيو الماضي في خضم الجمود في الوضع السياسي في السودان، وعلق الانسحاب التدريجي لها. وبموجب التجديد الحالي سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقريرا مشتركا لمجلس الأمن في موعد أقصاه 31 من يناير المقبل، يتضمن تقييم الوضع على الأرض وتوصيات بشأن مسار العمل المناسب فيها المناسب فيما يتعلق بالخفض التدريجي للبعثة، ليقرر المجلس بحلول 31 من مارس المقبل في العام 2020 مسارات العمل المتعلقة بانسحاب وخروج العملية المختلطة واعتماد مشروع قرار جديد بشأن متابعة وجود البعثة. ويعني انا بفتكر انه هو اللقاء او الورشه اللي عملت، لانه في 31 مارس الامم المتحده حتنظر في ما حدث من الانسحاب التدريجي وما حدث على ارض الواقع من سلام ومن عوده طوعيه للنازحين ومن الاشياء اللي بتخص السلام، ومن بعدها يقضي يعني حتى تمديد ولايه يوناميد في، وهو تم بطلب يعني الحكومة. برغبة عالمية وبطلب محلي يعني أيضا، أنه حتى المسألة ما تحدث فراق، لأنه هي أصلا قوات حفظ السلام ظلت في الفترة الأخيرة. ونتمنى أنه خلال هذه الفترة حتى مارس أن نكون نحن قد أكملنا اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح، ونكون أكملنا العودة الطوعية أو للنازحين واللاجئين إلى قراهم، وبدأنا في التعافي، وحتى نودع اليوناميد يعني وداع.